تستطيع أن ترى العشب الفضية ينمو في الأراضي الرطبة الواسعة جداً في خليج سانتشيون في حالة البيئة الطبيعية. حيوية العشب الفضي تنمو هنا ويبدو أنه أقوى وأفضل من العشب الفضي في مناطق أخرى. على الرغم من أنهما نفس النبات، يبدو أن لديهم حيوية مختلفة اعتماداً على الخصائص الإقليمية للنمو. الأراضي الرطبة في خليج سانتشيون لديها أكبر مساحة للأراضي الرطبة في كوريا، خصوصاً لأن العديد من الطيور المهاجرة تزور هنا. تتمتع هذه المنطقة بسمعة عالمية. يبدو أن هذه المنطقة عبارة عن حديقة طبيعية ضخمة. الكثير من الحيوانات والنباتات في هذه المنطقة يعيشون في ظروف آمنة دون أي خطر. وعلى وجه الخصوص، الناس يتم منعها من إضرار الحيوانات والنباتات في هذه المنطقة بالقانون الحكومي. الكوريين يحاولون الحفاظ على هذه الحديقة الطبيعية للأراضي الرطبة من خلال الاهتمام به ورعايته هذه المنطقة. الأراضي الرطبة في خليج سانتشيون تنتشر الأراضي الرطبة في خليج سانتشيون بشكل كبير حول النهر والسهول الطينية في منطقة مجرى النهر، حيث يلتقي دونتشون وإيساتشون. تم تشكيل معظم مكونات الأراضي الرطبة لخليج سانتشيون من خلال إمدادها من دونجيتشون وإيساتشون، وحقيقة وجود المسطحات الطينية على عمق أقل من 20 متراً تحت الأرض تشير إلى أنها تكونت عن طريق تناوب المد والجزر العالية والمنخفضة على مدى فترة طويلة من الزمن. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الأراضي الرطبة تتوسع إلى مناطق بعيدة من المصب بسبب زيادة سرعة التدفق. بسبب التعزيز المباشر لدونتشون وإيساتشون، الأراضي الرطبة في خليج سانتشيون هي السهول الطينية الوحيدة التي تحتوي على مستنقعات مالحة متبقية بين السهول الطينية في كوريا، لذلك فهي تتمتع بقيمة حفظ عالية من حيث التاريخ البيئي الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك، تعد مستعمرات القصب والفجل هي الأنواع السائدة في هذه المنطقة، مما يجعلها موطناً للعديد من الطيور المهاجرة، ويقوم العديد من السياح بزيارة خليج سانتشيون كل عام لرؤية المنظر الجميل لحقول القصب. في الأراضي الرطبة لخليج سانتشيون، هناك العديد من وديان المد والجزر حيث تتسرب مياه البحر، وبسبب سوء الصرف، تبقى هذه التضاريس حتى في الأراضي المستصلحة القديمة، وتعمل حالياً كمدخل للمياه ومصارف لحقول الأرز في المناطق الزراعية.